لا زميل جو لحتى نتابع فقراتنا الحوارية. جو لك شكرا لك شادي، وطبعا مشاهدينا نحن وياكم عم نتابع مختلف فقراتنا لليوم. كل انضموا لنا بهذا الوقت بنرحب فيكم على امل دائما تكونوا عم تستفيدوا وايضا تستمتعوا برفتنا. فقرات عديده ما زالت بانتظاركم بصبحيتنا لليوم. الفقره التاليه سوشيال ايفنت. بدأ كل شيء بالعام 2015 عندما زار المصور الرئيسي برويترز للمنطقة جمال السعيدة مركز سرطان الأطفال بلبنان، راغبا بتقديم جلسة تصويرية فوتوغرافية علاجية للأطفال، وقال إذا كانت الصورة تنقل واقع حياتنا اليومية المليئة بمشاهد العنف والتشوه والألم، فإن فكرة جلسات العلاج الفوتوغرافية بالطبيعة باستطاعتها أن تنقلنا إلى حياة أرحب وأجمل. إن مشهدية شروق الشمس وزرقة البحر وبراعم الزهور وأجنحة الفراشات تخلق بنفوسنا شعورا وأحاسيس بالحب والجمال والسعادة، وبتبعث فينا التفاؤل بحياة أفضل. بالصورة الفوتوغرافية فن وإبداع وأمل وتجديد. وهيك بدأت قصة حب واحد أمل، وانطلقت ب 11 نيسان عشية الذكرى السنوية ال 14 لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وسوف يجوب طبعا هذا واحد أمل، هذا المعرض رح يجوب مناطق مختلفة بلبنان ناشرا الأمل وقضية مركز سرطان الأطفال بلبنان. قبل ما نتعرف نحن وياكم أكثر على واحد أمل لمركز سرطان الأطفال بلبنان، أي معرض الصور المأخوذة بعدسة الصغار ضمن 8 مواضيع بتمثل ما ساعدني في التغلب على السرطان، مع ضيفتنا السيدة آية صوفيا خير الله وهي منسقة العلاقات العامة والتسويق بمركز سرطان الأطفال. نتوقف نحن وياكم مع تقرير روبورتاج أعدوا فريق عمل صباح لبنان طبعا عبر كاميرا برنامجنا اللي كانت موجودة عبر مدخل زيتونة باي، حيث مركزت واحد أمل وغطت افتتاح المعرض يلي افتتحته رئيسة مركز سرطان الأطفال بلبنان السيدة نورة جنبلاط برعاية وزير السياحة ميشيل فرعون وحضوره. عشية السنة ال 14 لافتتاح مركز سرطان الأطفال بلبنان، عم نفتتح من العاصمة بيروت واحد أمل مركز سرطان الأطفال اللي هو معرض فوتوغرافي بيعرض صور لأكثر تقريبا 22 طفل عنا بالمركز، شاركوا بجلسات تصويرية علاجية بادر فيها بالفكرة النقيب السابق للمصورين بلبنان الأستاذ جمال سعيدي وحاليا هو رئيس المصورين بوكالة رويترز للمنطقة، وحب انه ينقل هالتجربه لاطفالنا وكانت تجربه كثير حلوه. هالصور مثلوا احاسيس اطفالنا واحلامهم، والاهم من هيك شو اللي قواهم ليقدروا يتغلبوا على السرطان، وهيدا هو عنوان معرضنا اليوم وعنوان واحد امل، شو اللي خلاني وشو ساعدني اتغلب على السرطان. بكير جارنا المرض وعرفنا الوجع، بكير عرفنا انه الحياه طريق في الورد والشوق، بكير بكينا كبرنا وقوينا، يمكن ما حدا منا كان يفكر انه بيوم رح يعاني من مرض السرطان، بس لانه هيدا المرض ما بيعرف كبير او صغير، لبناني او غير لبناني. انا ورفقاتي جمعتنا المعاناة ببيت واحد بينبض باكتر من قلب، بيمسح الدمع باكتر من ايد، وبيرسم البسمة على وجوهنا، وكل همه انه نشفى ونضحك من جديد. هيدا البيت هو مركز سرطان الأطفال. لم أجد مخرجاً لشفائي من هذه الحال إلا كاميرتي والطبيعة، وما أجمل من وطننا وطبيعته رغم كل التشويه. وكان ثمرة لجوئي إلى الطبيعة التي أعادت السلام إلى نفسي وإلى روحي. بعد 14 سنة مركز سرطان الأطفال اليوم بيهتم ويعالج حوالي 80% من أطفال مرضى السرطان بلبنان بدون أي تمييز أو تفرقة وبدون أي كلفة على الأهل، والاعتماد الكلي هو على التبرعات، وبمعدل شفاء بيوصل إلى 82%. ما في شك أنه لبنان في كتير أمراض، بس منشوف عنوان اسمه واحد أمل لازم يكون عنوان
لكل لبنان لنقدر نشفى من أمراضنا كلها. إنما بس عم نحكي عن الطفل وعم نحكي عن السرطان، بالطبع العطف والعاطفة هي أكبر بكتير، الحاجة أكبر بكتير. فاليوم أكيد نهني أيضاً كل القائمين والمبادرين بهالمبادرة المهمة جداً، ونتمنى أنه دائماً الأولاد يشفوا من السرطان وكل لبنان يشفي من كل أمراضه. وشكراً. لبنان الرسالة اسمك عطر لون، صرت لنا شهادة بالتضحية والعون، نرفع لك الراية والتحية هون. هيدي أنا. أنت مين؟ شو اسمك؟ رزان. قد إيه عمرك؟ 5. وتبقى ملوى الكون. اسمي مريم بره. مين صور؟ ناتالي. نحن ناتالي. أنا ناتالي. بتحبي يا ناتالي؟ كثير بحبها. رحنا نحن عندها بالاستديو، رحنا على الاستديو صورنا كل شيء وصورنا وحملنا الكاميرا ولعبنا وعملنا كل شيء. مريم علمتني كثير أشياء وذكرتني بكثير أشياء أنا مرقت فيها مع بنتي. بنتي كمان كان عندها زيت الشيء. فأهم شيء إنه مريم إشنا عندي ونسيت المرض. اجت لعندي لعبت وانبسطت وكانت كتير بوزيتيف، فنحن نسينا كل شيء وكنا كتير قوية، فهيدا اهم شيء. فرح اهلهم تيعيشوا بسلام، وحدك تبقى لهم مركز الاحلام، يحقق احلامهم عمر الايام. مركز سرطان اطفال لبنان، شعلت نوره ورد ايمان. فعلا هذا المركز هو شعلة نور ووردة أمل لكل إنسان، ولأنه كلنا معرضين وما حدا فوق رأسه خيمة. رح نعرف تفاصيل أكثر عن واحد أمل وعن مركز سرطان الأطفال بلبنان مع منسقة العلاقات العامة والتسويق بمركز سرطان الأطفال آيا صوفيا. خير الله، صباح الخير. صباح النور. وأهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني مثل ما شفنا واحد أمل هذا المعرض اللي بيضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأطفال، خبرينا عن الفكرة كيف بلشت والتفاصيل. مثل ما حضرتك ذكرت، الأستاذ جمال سعيدي إجا وقصد المركز كرمال يعمل بعض المحاولات التصوير العلاجية مع أطفالنا. ومن بعد ما شفنا هالإيجابية اللي صدرت من الأطفال وقدي حبوا هذا التصوير، قررنا أنه نوسع المشروع أكثر ونتواصل مع عدد أكبر من المصورين. وهالمصورين أخذوا مواضيع عدة بتمثل القصص اللي ساعدت وبعدها عم بتساعد أطفالنا ليتخطوا مرض السرطان. وهون بلشت الخبرية كلها، وبلشوا أطفالنا يروحوا مع المصورين يصوروا قصص بترمز. أخذوا صفوف ودروس بالتصوير الفوتوغرافي. صحيح. أخذوا هالصفوف وعملوا تصوروا القصص عن جد بترمز لإلهم وبتفرجي القصص الإيجابية، مثل الرفقة يلي هن بيصيروا بالخلال علاجهم بيساعدوا عيلة. صحيح. مثل العيلة اللي بتحضنهم، مثل القصص اللي بينحرموا منها بس بتكون هي الدافع لإلهم كرمال أنه يخلصوا المرض، يخلصوا العلاج من المرض ويوصلوا ليقدروا يرجعوا يعملوا. يقدروا يكملوا الطريق. في كتير تفاصيل بحياتهم اليومية داخل المركز يمكن نحن بنعتبرها تفاصيل أو أمور بسيطة، ولكن هذه التراكمات البسيطة اللي بتصير معهم هي اللي بتعطيهم القوة لحتى يستمروا بعلاجهم. خبرينك عن أجواء المحترف، إذا في يسميه محترف التصوير الفوتوغرافي اللي صار، قديش كمان هو بدوره ساعد الأولاد ليتخطوا أزمتهم، ساعد الأولاد لحتى يكونوا عم بيعبروا بفرح عن كتير من الأمور اللي هن بيحبوها. صحيح. نحن عنا أكثر من 8 مصورين بحب أذكرهم، أستاذ جمال سعيدي، المصورة ديان أفتيموس، المصور إميل عيسى، رودي بوشبر، جيم كارزيل، توني يمين، ميشيل زغزغي، نتالي مقدم، وأكيد الأستاذ جمال سعيدي. كل شخص أخذ موضوع، مثل موضوع الرفقة مثلا، وأخذنا عدد من الأطفال اللي كان بيتراوح بين ولدين وثلاث أطفال، وراحوا تعلموا أول شيء تصوير، وهذا الشيء بيعطيهم أساس بعدين يمكن تصير يعني من هواية، تصير مهنة كمان. صحيح. مش بس هواية، فيها تصير مهنة لألهم. نعم. صحيح. وظهروا وبلشوا يصوروا هالمواضيع. نعم. وبلشوا يعبروا وينسوا. خلال في بعض الأطفال كانوا عم بياخدوا العلاج زيت النهار. نعم. بس ياخدوا أو
اوقات ويروحوا يصوروا مثلا بقلب المركز الالوان الموسيقى والقصص اللي عن جد هي بتاثر انه هن يتخطوا هالمرض غير اكيد العلاج. نعم صار عندهم هدف لهيك عم بيجذبهم اكثر للحياه. صحيح. عم بخليهم يكون عندهم الحماس. تعرفي نحن لما يكون عندنا اي شيء بدنا ننفذه اي عمل بدنا نقوم فيه بصير عندنا اراده وحماس اكثر وبصير عندنا رغبه نكون موجودين. فبالتالي اليوم لما مسكتوا كاميرا للولد وقلت له عندك بروجي عندك مشروع بدك تقدمه بعتقد قديش هون صار بيعتبر حاله مسؤول اول شيء وقديش صار عنده هدف هيك برايه كثير كبير بده ينفذه. اكيد صار عندهم حافز كثير قوي انه هن بدهم يصوروا صور حلوه بدهم خاصه انه عارفين انه هدول الصور رح ينعرضوا مثل ما شفنا الستركتشر كبيره كثير. نعم. حلوه كثير ولكل الاشخاص ممكن يزوروها هي رح تضل شهرين على مداخل زيتونه باي. نعم. صور كثير حلوه الاطفال ما توقعنا انه يعطوا هالقد بس هن لانه كان عندهم هالشغف قدروا انهم يطلعوا هالصور الجميله جدا واللي بتعبر عن المصاعب والامل وكل القصص اللي عم بيقطعوا فيها خلال هالفتره. نعم. العلاج. نعم يعني دائما مثل ما قلنا شو اللي بيخليك شو اللي بيساعدك لحتى تمرق فتره العلاج شو اللي بيساعدك لتكون افضل عبروا الاطفال. صح. عن كل هيدي المواضيع حطيتوا المعرض الفوتوغرافي او صور فوتوغرافيه المحترف من بدايته لنهايته ضمن خانة العلاج أيضا مساعدة الطفل على العلاج. خبريني كيف اليوم الصورة الفوتوغرافية أو هذا العمل تحديدا بيساعد الطفل أنه يمرق بمرحلة العلاج بطريقة أفضل. صحيح وقت الشخص بيروح بيقعد نحن بنعرف انه وقت انت تكون عندك هوبي بتنسيك. نعم. يعني نحن المركز بيركز على القصص يلي بتعطي الاطفال الهوايه. نعم. وبتخليهم انهم ينسوا هالاوجاع. نعم. اللي هن عم بيقطعوا فيها. فوقت يكونوا مثلا عم بياخذوا العلاج وبيكون معهم الكاميرا وبيظهروا عم بيصوروا بيكونوا عم بيركزوا على القصص يلي هن عم بيصوروها على القصص الايجابيه كمان. صحيح. عم القصص الايجابيه اللي عم بتصير معهم لانه عم بيصوروا كل شيء بيساعدهم يكملوا حياتهم وبيعطيهم الامل. صحيح. فوقت يركزوا هالموضوع بلحظات هن عم بيصوروا بيكونوا عم بينسوا الوجع والقصص اللي هن عم بيقطعوا فيها. هيدا هو الشيء اللي ركز عليه مركز سرطان الاطفال كرمال يعطيهم الامل لهالاطفال. نعم يعني دائما بإطار مساعدة الطفل حتى يمرق بفترة العلاج بطريقة أفضل بأقل ضرر ممكن. إذا صح التعبير دائما في نشاطات بكل الأحوال. هذا الشيء مش جديد أبدا على مركز سرطان الأطفال بلبنان. المعرض اللي شفناه بزيتونة باي رح يجول بمختلف المناطق اللبنانية. صحيح. رح يتحول لمعرض متنقل بالمناطق اللبنانية. خبريني عن هذه الفكرة أيضا. نحن أطلقناه صحيح بالزيتونة باي بالعاصمة بيروت بس نحن مستعدين إنه يعني نحن رح نودي على عدة مناطق لبنانية. ونتمنى من كل الضيعة اللي حابين يستقبلوا هالمعرض يتصلوا فينا على المركز على الرقم تبع المركز 01-35-15-15 ونحن مستعدين انه نتنقل على هالمناطق لان حابين انه ننشر الامل بكل يعني المناطق اللبنانية. كيف يعني يستضيفوا المعرض؟ يعني شو يعني بيكون اذا حابين انه نحن هالمعرض هو ستركتشر كبيرة ممكن تتنقل من محل لمحل. أوكي. يعني بناخد المعرض وبناخده على مناطق بالساحات تبع. نعم. البلديات او حتى. نعم. اذا في مهرجانات او حيلا يعني فيها اليوم اي بلديه اي مدرسه. صحيح. اي جمعيه عندها ساحه عندها مكان للعرض فيها تستضيف هذا. صحيح. هذا المعرض بتتصل فيكم بيتواصلوا معكم وانتم بتروحوا لعندهم تحديدا. صحيح. وناس تجي بس بتشوف المعرض يعني شو مطلوب ومن خلال بدون اي كلفه بيجوا بيتفرجوا على المعرض بيتعرفوا اكثر على مركز سرطان الاطفال على كل الجوانب الايجابيه اللي بيقدمها هالمركز. نعم. لانه في ناس بعضهم بخافوا من كلمه سرطان بس نحن عملنا هذا المعرض للناس يعرفوا انه السرطان بطل شيء بخوف السرطان. نعم. اكيد صعب بس في امل انه نحن نتخطاه مثل. نعم. ما الكل صار بيعرف مركز سرطان الاطفال نسبه الشفاء فيه هي 80%. الحمد لله. صحيح. نعم. وببعض الحالات اللوكيميا اي سرطان الدم. نعم. عم توصل ل 92%. صحيح. اللي هو. صحيح. رقم عظيم جدا. نعم لحكي اكثر عن مركز سرطان الاطفال ولكن بدي ابقى بفكره المعرض المتنقل بتروحوا انتم لوحات الصور الفوتوغرافيه. صحيح. عند البلده عند الجمعيه. صحيح. المضيفه الناس بتجي بتشوف رح يكون في اولاد من المصور يعني معقول في احتمال يكونوا موجودين اكيد معكم. ممكن انه يكون معنا. المصورين والاطفال كرمال. صحيح. يكونوا موجودين يخبروا هالعالم هن ليش صوروا. نعم. هالصوره. مهم. وليش كان هالشيء ايجابي. نعم. بلقلهم. بكل أحوال الفكرة بتفيد على أكثر من صعيد بتفيد الناس اللي جايين يشوفوا هذا العمل. أكيد. كمان هيك بتصب فيهم نوع من التفاؤل والأمل ومن عدم الخوف كمان من 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 السرطان وبنفس الوقت هي علاجية بعتقد للأطفال المصابين اللي. أكيد. عم بيكونوا موجودين لأنه عم بيشوفوا حالهم فاعلين وعم بيشوفوا أنه فكرتهم عم بيشوفوا بلش بلش يكون فيها أمل وبلش يكون هيك مرغوبة من كل الناس فما تأخروا أبدا تواصلوا مع مركز سرطان الأطفال. صحيح. لحتى يكونوا موجودين بضياعكم بلداتكم وأيضا
بوين ما كنتوا انتم موجودين. بدي روح للمركز، هذا المركز اللي صار اسمه يعني اسمه مركز سرطان الاطفال، اللي في كثير من الوجع بالاسم، ولكن تحول الاسم الى علامه تفاؤل. يعني لما نقول مركز سرطان الاطفال بدل ما نزعل وبنقول اذا بدي اقول بين هلالين يا حرام، صرنا بنقول الحمد لله عنا هذا المركز بلبنان، لانه نسبه الشفاء بتوصل ل 80% وبعض الانواع بتوصل فيها ل 98%. خبريني اليوم عن المركز، كيف عم تستمروا التبرعات، كيف عم بتكون العائله الموجوده بهذا المركز اكثر واكثر. مركز سرطان الاطفال تاسس ب 12 نيسان 2002، مثل ما ذكرنا وحيد امل هو بليله عيد المركز ال 14. من وقتها لهلا المركز صار معالج اكثر من 1200 طفل، ومقدم اكثر من 4000 مثل استشاره طبيه للاطفال المصابين بسرطان بلبنان والدول العربيه. من وقتها لهلا المركز بيستقبل سنويا حوالي 300 طفل. صحيح، يلي هو رقم كثير كبير. بس الشيء الايجابي مثل ما قلنا انه نسبه النجاه عم بتكون كثير عاليه، والمركز الحمد لله بيتكل على الخيرين يلي، لانه نحن الاطفال عنا بيتعالجوا من دون اي كلفه على اهلهم يلي. هيدا كمان بدنا نركز انه هيدا الشق بيريح الاهل، بصير همهم الوحيد انهم يدعموا طفلهم، ما بيفكروا بالجانب المادي للموضوع. نعم نعم، بدي اقول يعني كمان آية انه التكلفه كبيره، وبعرف قديش في صعوبات، وانتم اليوم اطلقتوا حمله تبرع خلال شهر نيسان الجاري، طبعا هذا الشهر، بواسطه رسائل نصيه القصيره على 11.05، بنبعث اس ام اس على 11.05، بنكون عم نتبرع بقديش؟ بدولار. بدولار لمركز سرطان الاطفال. خلينا نشوف الفيديو الترويجي ونرجع نتابع الحديث. اكيد. تساعد مركز سرطان الأطفال بلبنان وتحصل على بطاقة لتدخل السحب لتربح بيت أحلامك ببيروت. اشتري بطاقتك هلأ. سهل اشتري بطاقتك من اي مركز OMT او Virgin Ticketing Box Office بلبنان او مكاتب مركز سرطان الاطفال او عبر homesweethope.cccl.org.lb. سحب 2 حزيران 2016 وعدد بطاقات محدود. هوم سويت هوب، بعتقد كلنا بدنا بيت، ما حدا أكيد. ما حدا ما بده بيت، وصارت هينه مع مركز سرطان الاطفال. نحن هيدي حمله ثانيه غير الاس ام اس على 11.05. هوم سويت هوب هي حمله اطلقها مركز سرطان الاطفال من سنتين، واكيد حبينا نعيدها السنه لانه لقيت نجاح كبير. الحمله هي انه الشخص يشتري بطاقه ب 100 دولار، هالبطاقه هي بتخوله انه يدخل سحب ليربح بيت احلامه بمرتق للحزميه. ال 100 دولار بتكون تبرع كامل لمركز سرطان الأطفال. نعم. وأكيد الأشخاص يعني بيكونوا عندهم جانبين، جانب أنه عم بيساعدوا هالأطفال وهالضحكة تضل على وجوههم، والجانب الثاني أنه معقول يربحوا بيت. صحيح. بيت كتير حلو كبير، ويعني مين ما بده بيت بلبنان وصعوبة. نعم. أنك تحصل عليه، والربح على كل المستويات يعني. صحيح. ما حدا خسران مع مركز سرطان الأطفال. صحيح. بكل الأحوال. أيا بدي أتمنى لكم كل التوفيق بالمركز، يعني دايما نحن كلنا ثقة بالمركز وبفريق عمل هذا المركز. بيقول صباح الخير لكل العاملين بمركز سرطان الاطفال، بعرف قديش انتم عائله، وانتم اكثر من موظفين واكثر من ناس بتشتغل، بس انتم ناس بتعطي من قلبها، لانه بهذا المحل تحديدا ما في وظيفه، ما في وقت، ما في دوام، في عطاء ومحبه وفي اخوه وفي عائله تحديدا. بيقول كمان صباح الخير لكل الاطفال الموجودين بالمركز، انتم الامل بالبكره الافضل. بكل احوال ارادتكم بتعطينا كثير من القوه، وما تفكروا ابدا انه خليني اقول يعني انه بنضعف لما انتم تكونوا عم تضعفوا، يمكن بالعكس نحن بنقوى بكل الم يمكن عم بيصيبكم، او بنعرف قديش عندكم قدره على التحمل، بنعرف قديش عندكم قدره على الاستمرار وقدره انكم تبقوا موجودين. اي يعطيكم الف عافيه على كل الانشطه اللي عم تقوموا فيها. اي صوفيا خير الله، منسقه العلاقات العامه والتسويق بمركز سرطان الاطفال، بدي لك شكرا لوجودك معنا بصباح لبنان، على امل اللقاء عند كل نشاط جديد بتقوموا فيه. شكرا لك. ميرسي لكم لتليليبا، ونتمنى من الكل يتبرعوا دولار واحد ما راح ياثر على 11.05، ومشكورين تنذكر هالضحكة نتركها على. صحيح. وجوه أطفالنا. Thank you. أهلا وسهلا. ميرسي كتير. مشاهدينا عم نتابع نحن وياكم بفقراتنا لليوم، بعد الفاصل الإعلاني بينضموا لنا زميلين ريتا أصاف وشادي خلف ضمن فقرة ديزاين، خليكم معنا. مشاهدينا بنرجع نحن وياكم بعد هيدا البريك لصباح لبنان حتى نتابع فقراتنا. هلا وصلنا ل